بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا مشاهدين شاشة تلفزيون قطر. نرحب فيكم في هذا البرنامج فيض ضحى، وهذه الحلقة اللي دائما وأبدا نسعى من خلالها أن نحن نقدم لكم مجموعة كبيرة من أهم المواضيع والفقرات، وأكيد مع ضيوف مميزين، وأكيد من خلال هذه الحلقة راح نسلط الضوء على أهم الفعاليات والأنشطة والأحداث، بحيث أن احنا ننقل لكم كل ما يحدث في دولة قطر. وأكيد احنا قبل ما نبدأ يعني حلقتنا نقول للأشخاص اللي رجعوا من السفر واللي رجعوا من إجازاتهم الحمد لله على السلامة، واللي رجعوا لي دواماتهم نقول لهم أكيد يعطيكم العافية، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مشواركم المهني. ولكن بداية أقول لزميلتي واختي شوق صباح الخير عليك. يسعد صباحك أكيد، ومشاهدينا وين ما كنتم تتابعونا حياكم الله وصباحكم سعيد إن شاء الله، ويكون أيضا يوم جميل في خير وفي بركة. ونفس ما قال أكيد أخوي نايف، إحنا نقول لكم إن شاء الله يعني كانت إجازة استثمرتوا فيها وقتكم، استثمرتوا فيها طاقتكم، وجددتوا النشاط وجددتوا الحيوية، لأن صدق الواحد بين فترة وفترة يحتاج إلى كسر الروتين، وكانت هذه صراحة فرصة حلوة أن الواحد يكسر الروتين. ونفس ما نشوف يمكن ورانا في بعض اللقطات أن إن شاء الله مع الصبح ومع هذا الجو الجميل قاعد نشوف كذلك في ناس قاعد يستمتعون بالأجواء الخارجية والفعاليات المختلفة. نعم أكيد شوق، يعني خاصة نحن في هذا المكان الجميل في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة، يمكن واحدة من أهم الأماكن الجميلة اللي فعلا نحن نشوف فيه الكثير من الزوار اللي دائما يحرصون أنهم يزورون هذا المكان الجميل لما يحتوي من يعني خلينا نقول الفعاليات والأنشطة، حتى المناظر الجميلة في هذا المكان. شوق احنا يمكن يعني انت تكلمتي عن نقطة جدا مهمة، صحيح ان اليوم مهم ان الواحد ياخذ اجازة ياخذ بريك بحيث انه يرجع اكثر نشاط لعمله، لكن من جانب اخر كذلك حتى اليوم من المهم كذلك ان اليوم الواحد يهتم في اسرته، يهتم في تربية ابنائه، لان الامور هذه ترى تعكس حتى يعني صحيح ان الامور هذه تعكس داخل البيت، كذلك خارج البيت نشوف يعني المظاهر الجميلة أو خلينا نقول الانعكاس لما يحدث داخل البيت نشوفه خارج البيت. بلا شك اليوم ممكن نتكلم عن ثروة وطن. أنت اليوم لما تهتم بالأسرة صحيا نفسيا، تهتم بالفرد نفسه، راح تشوف وراح تلاحظ في اختلاف كبير من كل المستويات. احنا اليوم نتكلم مثلا، أنت تتكلم عن المستوى الانفعالي، المستوى الأكاديمي، أمور كثيرة. لذلك يمكن دولة قطر تهتم بهذا الجانب بشكل كبير. واحنا يمكن شفنا قبل يومين تحديدا في 15 من هذا الشهر كان في الاحتفال بيوم الأسرة، تحديدا يوم الأسرة القطري كان احتفاء، لأن حلو ان احنا نركز وايضا نصحح اذا كانت في هناك اخطاء من خلال خطط، من خلال برامج، من خلال امور كثيره. واليوم احنا قاعد نشوف يمكن ان هذه الامور تطبق في البرامج، تطبق في المراكز، تطبق في المؤسسات. فحلو لما نشوف ان الاهتمام موجود والتطبيق موجود، وكذلك قاعد ينعكس على النتائج اللي احنا قاعد نشهدها. اكيد شوق، يعني فعلا اليوم دور كبير للاسره، للبناء، للتنميه كذلك. اليوم يعني هذا التماسك الاسري اللي احنا من المهم ومن الضروري ان احنا نسعى له، لان هذا التماسك ترى راح يعطينا خلينا نقول يعني نفس الحاجز امام هذه التحديات اللي ممكن تواجهها بعض الاسر من خلال هذا التماسك الاسري، من خلال الاستقرار الاسري. فمن المهم ان الواحد دائما يسعى انه يعني يكون عنده هذا الاستقرار، يكون عنده هذا التماسك. لكن مواضيع التربيه، مواضيع الاسره شوق، مواضيع كثيره. يمكن واحده من المواضيع المهمه هي التربيه، وخاصه كيفية التعامل مع الأبناء وبالأخص الطفل العنيد. هذا الطفل العنيد بروحه يبي له حلقات أصلاً واحد يتحدث فيها. لكن في هذا الجانب قبل يومين كنت قاعد أقرأ موضوع وعجبني. أنت اليوم لما تتعامل مع الطفل العنيد قد يكون مثلاً بعض الأهالي يشوفون أن هاي شيء سلبي، لكن الدراسات تقول بالعكس. لما تتكلم أنت يكون عندك طفل عنيد معناته طفل عنده شخصية، أنت لابد تعرف شلون تتعامل مع هذا الطفل بطريقة صحيحة علشان تبقى أكيد أن أنت محافظ على شخصيته، لكن بالطريقة الصحيحة توجهها بالطريقة الإيجابية. صحيح. فهي أساليب كثيرة، ولابد أن يكون في فن تعامل، فن
تفاهم، فن خطاب بينك وبين الطفل، علشان أكيد يكون في الحوار البناء هذا اللي هو يخلق شخصية الطفل يكون ناضج، يكون مستقر، وكذلك يكون عارف حتى لما يكبر خلاص أنه في تفاهم. أنا تربيت على مبدأ تفاهم، لذلك حتى دائما يقول لك لما تجي تخاطب الطفل أيا كان بأي عمر لا تخاطبه بصيغة أنه طفل، خاطبه أنه آخذ وأعطي وأتناقش معه، لأن هذا بشكل كبير راح يأثر على الشخص نفسه أو على الطفل نفسه، على سلوكياته وحتى على إدراكه. أكيد شوق، يعني فعلا في أمور أو خطوات ممكن يعني أولياء الأمور يتبعونها ويتخذون فيها، لكن احنا هذه مجرد يعني بعض المعلومات اللي احنا يعني قريناها او خلينا نقول سمعنا واحنا ننقل لكم، لكن من المهم كذلك ان انتم ترجعون للاشخاص المختصين في هذا المجال. على سبيل المثال من الضروري ومن المهم ان ولي الامر دائما يلتزم الهدوء، ما يستعجل خلينا نقول او ما يتعامل مع الطفل بعنف في مثل هذه الحالات. كذلك احنا اليوم نعطي المجال والفرصه للطفل انه هو يتحدث، يتكلم، يعبر عن نفسه خاصه في مثل هذه الحالة. بلا شك، وإحنا نقول يعني خصوصاً في هذه الحقبة أو هذا الجيل التربية صعبة نوعاً ما، لكن التماسك التفاهم صح. بالبداية أساساً ما بين الزوج والزوجة هو هاي أهم خطوة، لما يكون في تفاهم، لما يكون في استقرار راح يولد عندنا جيل يكون مستقر من كل النواحي. دائماً نقول إحنا الطفل هو انعكاس لتصرفات صح. الأهل، ودائماً الأهل هم مرآة للطفل، لذلك كونوا حريصين الشيء اللي تبونه أنتم بعيالكم أو لعيالكم لازم أنتم تطبقونه قبل لا تطلبونه من عندهم. واحدة من الجوانب الجميلة اللي ممكن الواحد ياخذها كذلك بالنسبة للأطفال أنه هو نفس ما ذكرنا غير التحاور هالأمور، حلو أن كذلك الطفل اليوم يمارس هوايات تكون مختلفة، من ضمنها هواية الرياضة، منها يكتشف ذاته وكذلك منها يفرغ الطاقة ويكتسب مهارات وأمور كثيرة. لذلك راح ناخذكم مشاهدينا في صحفنا المحلية، وتحديدا أول خبر بالنسبة للمشاركات الدولية والرياضية من جريدة الوطن وأم الألعاب على خط الانطلاق. تنطلق اليوم الأربعاء منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب والمقامة حالياً بدولة الإمارات. تبدأ المنافسات في الرابعة عصراً بنادي الضباط بدبي وتستمر حتى الثامنة مساء اليوم. تشمل منافسات الإطاحة بالمطرقة والوثب العالي 400 متر، 2000 متر، 100 متر، 1500 متر و800 متر، وكذلك دفع الجلة ورمي الرمح. وتتمثل المشاركة القطرية اليوم في سباق 100 متر فقط، وراح يكون ذلك إن شاء الله عبر محمد غانم الكواري وصالح السحوتي. طبعا نتمنى لهم كل التوفيق، وأكيد احنا نتأمل إن شاء الله تكون هناك ميداليات ذهبية، لأن هذا اللي تعودنا عليه، دائما قطر حريصة بشكل كبير على المشاركة والمشاركة بالصدارة. أكيد شوق، يعني بما أن الرياضة لها تأثير كبير على التربية، كذلك من جانب آخر اليوم نشوف التعليم له تأثير ودور كبير في تربية أبناء. لذلك احنا اليوم نشوف العديد من الإنجازات في المجال التعليمي اللي جالس يعني يتم أو اللي يتم تحقيقه من خلال أبنائنا. أكيد نروح معاكم إلى هذا الخبر من جريدة الراية. ثلاث مدارس قطرية تتوج بجائزة التميز المدرسي. توجت ثلاث مدارس من دولة قطر كمدارس متميزة في جائزة التميز المدرسي التي أقيمت الدورة الثانية منها في دولة الكويت بتنظيم وإشراف مكتب التربية العربي، حيث حققت مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين الميدالية الذهبية وفقا لمعايير ومؤشرات الجودة المطبقة في الجائزة، فيما حققت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين الميدالية الفضية، كما حققت أكاديمية أمجاد الدولية الميدالية البرونزية. وتهدف جائزة التميز المدرسي إلى دعم التميز والإبداع في الميدان التربوي وبيان أثر القيادة المدرسية الفاعلة في تحقيق
هذا التميز. أكيد نبارك لأبنائنا لتحقيقهم لمثل هذه الإنجازات، وأكيد اليوم الاهتمام في التعليم، الاهتمام في هذه المجالات اللي أكيد تساهم في خلق نوع من الإبداع الابتكار في مختلف المجالات. هي منظومة متكاملة احنا نقدر نشوفها من كل النواحي، الدولة تهتم وحريصة على الاهتمام بكل هذه النواحي. طبعا هذا اكيد ينطبق الى الرؤية الشاملة والرؤية الوطنية 2030. من جانب اخر مشاهدينا ناخذكم الى جريدة الراية، اكيد مستمرين معاكم في جريدة الراية، ولكن حجاجنا يتوجهون للأراضي المقدسة 4 ذي الحجة. كشف عدد من أصحاب حملات الحج والعمرة عن انتهاء تسجيل الحجاج لعام 1445 هجريا، لافتين إلى اقتصار ما تبقى من أعمال التسجيل على خروج معتذر وتسجيل بديل تم ترشيحه من قبل إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونوه لأنه سيتم إغلاق المسار الإلكتروني السعودي لإصدار تصاريح الحج في 29 أبريل الجاري. وقال أصحاب حملات للراية إنه وفقا لحجوزات الطيران التي تم تأكيدها على الخطوط القطرية فإن مواعيد السفر ستكون في 4 ذي الحجة، أي الموافق 10 يونيو المقبل، على أن تكون العودة في 20 يونيو. طبعا إحنا نقول إن شاء الله الله يتقبل من الجميع مقدما، ومحظوظين أمانة اللي قدروا أن يشاركون في السنة القادمة. أكيد يعني وإحنا نقول إن الله يكتب لهم ويكتب لنا يعني حج بيته الحرام في هذا العام أو في الأعوام المقبلة بإذن الله. نروح معكم إلى خبر آخر من جريدة الشرق. البيئة تحذر أصحاب المخيمات من حالة الطقس. حذرت وزارة البيئة والتغير المناخي أصحاب المخيمات الشتوية والكبائن في جميع أنحاء الدولة من مخاطر الطقس غير المستقر، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية خلال الأيام القادمة، ودعت الوزارة أصحاب المخيمات إلى اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلام اللازمة لحماية أنفسهم وضيوفهم، بما في ذلك تثبيت خيامهم بشكل صحيح وتجنب المخيمات في المناطق المنخفضة أو القريبة من الأنهار وتخزين الطعام والمياه بشكل آمن، وإبعاد المعدات الكهربائية عن الماء، ومتابعة تحذيرات الطقس من الجهات المختصة والإبلاغ عن أي أضرار أو حالات طارئة. وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بهذه الإرشادات لضمان سلامة الجميع خلال موسم المخيمات الشتوي. أكيد إحنا يعني نسأل الله أن يحفظ الجميع، و بالتالي من المهم ان الواحد يكون حريص على يعني اتباع مثل هذه الارشادات المهمه للحفاظ على سلامه نفسك وعلى سلامه الاخرين. ومثل ما ذكرنا في هذا الخبر، من المهم ومن الضروري ان احنا اليوم ناخذ مثل هذه المعلومات من المصادر الرسميه والموثوقه. بلا شك، والمتابعه اول باول قبل لا تسوون اي نشاط، وتشوفون طبعا موقع الارصاد تحديدا على اساس تتعرفون على حاله الطقس. ما راح نروح بعيد، راح نستمر في هذه الأخبار والبلاغات، لكن في آخر أخبارنا لهذا اليوم اخترنا لكم إياه من جريدة العرب وعلي درويش، 10% زيادة في بلاغات إسعاف الأمطار ولا حالات خطرة. أكد السيد علي درويش مساعد المدير التنفيذي لخدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية، تم وضع خطة بزيادة عدد سيارات الدفع الرباعي أمس، وكان ذلك بعدد 6 سيارات في جميع مناطق الدولة التي تم الإبلاغ عنها من ناحية زيادة الأمطار والرياح الشديدة، وذلك بناء على متابعة الأرصاد الجوية وتوزيع سيارات الإسعاف على مختلف مناطق الدولة ومتابعة موسم التخييم. وقال في تصريحات صحفية أمس أن خدمات الإسعاف لم تستقبل بلاغات ترتبط بمشكلات تتعلق بالأمطار والرياح الشديدة، لافتا إلى أن المسعفين الموزعين على مناطق الدولة نوهوا في تقاريرهم إلى وجود أمطار قوية ورياح شديدة، موضحا أن توزيع سيارات الدفع الرباعي كونها أفضل في التوجه والوصول إلى المرضى في هذه الحالات، خاصة في حال وجود المريض في الشواطئ والمناطق الرملية وخارج الطرق. إذا يعني احنا من جديد نقول يعني ان شاء الله نسأل الله السلامة للجميع، ودائما وابدا نذكركم مشاهدينا في حال اي نشاط تبون تسوونه دائما كونوا حريصين ان انتم فعلا تشوفون حالات الجو وحالات الطقس، على اساس ان انتم
ما تطيحون بأي مشكلة، وإن شاء الله يعني دائما المساعدة موجودة في كل مكان، نفس ما شفنا سواء سيارات الإسعاف أو حتى المراكز والأمور المختلفة. أكيد شوق. بجانب آخر إحنا يعني ما ننسى أن نشكر بعض هذه الجهات اللي كانت يعني على دواماتهم أو رأس دواماتهم خلال يعني هذه الفترة لتقديم مثل هذه الخدمات، وخلينا نقول لتلبية احتياجات أفراد المجتمع في دولة قطر. فأكيد إحنا نقول لهم يعطيكم العافية وكل الشكر لكم على مثل هذه الجهود لكل من عمل في يعني مثل هذه الفترات، اللي أكيد يعني للجميع دور كبير في مثل هذه الأوقات. نعم بلا شك، يعني يعطيهم العافية جميعا. وأيضا مشاهدينا، احنا ممكن تكلمنا في جانب الطقس وجانب الأجواء، ما ننسى أن دولة قطر كذلك تهتم في جانب كبير حتى في جانب التغير المناخي اللي هو في جانب الاستدامة. أكيد والحلول. أكيد شوق، بما أن احنا تكلمنا عن هذا الجانب، فريق العمل مجهزين لكم تقرير يتكلم عن التغير المناخي وحلول الاستدامة في دولة قطر. تفاصيل أكثر في هذا التقرير نرجع لكم. في عالم غدا قرية صغيرة انهكتها مشاكل البيئة وهددت أمنها، تبرز قضية التغير المناخي كأحد أبرز القضايا الملحة في عالمنا. دولة قطر أدرجت قضايا البيئة في صلب أولوياتها، فعلى الصعيد الوطني استحدثت الدولة وزارة للبيئة والتغير المناخي لتعمل على ضمان ممارسات مستدامة تلتزم بتنفيذها من خلال خطة العمل الوطنية للتغير المناخي كإطار استراتيجي للتصدي لتغير المناخ. وضمنت دولة قطر التنمية البيئية كركيزة رابعة ضمن رؤيتها الوطنية 2030. كما نعلم أن دولة قطر وضعت رؤية واضحة في الواقع في هذه القضية، وهذه الرؤية مبنية أولاً على التزام بكل القضايا والمعاهدات والاتفاقات التي تمت، أيضا وضعت استثمارات كبيرة جدا أنفقت عليها بحكم أن هي خير وسيلة للمشاركة الفعالة لدولة قطر، وأيضا وتأمين بيئة مناسبة في هذه المنطقة الصحراوية. ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدولة الاستدامة في الكثير من مشاريعها الوطنية، ودأبت على ترسيخ مفهوم الاستدامة بشتى الطرق، ومن أبرزها إنشاء المدن المستدامة وإطلاق مشاريع خضراء للنقل العام بجانب إجراء البحوث البيئية ذات الصلة. دولة قطر في مجال الاستدامة لها إنجازات كثيرة، لو أخذناها على الصعيد الأكاديمي هنالك دراسات ومشاريع بحثية وصلت إلى مستوى العالمية، والشاهد على ذلك كمية الأعمال المنشورة في هذا المجال من مقالات أكاديمية وكتب وأوراق مؤتمرات علمية وإلى آخره. هنالك أيضا مشاريع كبيرة في مجال الاستدامة، وهنالك يعني خطوات إن شاء الله لحد 2030 تكون قطر قد لبت حوالي 10% من احتياجاتها من الطاقة النظيفة. وهنالك إنجازات كثيرة أيضا في مجال تدوير النفايات. على الصعيد الدولي تحملت دولة قطر مسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي من خلال المساهمة في الجهود المتعلقة بالتصدي لآثار التغير المناخي، وذلك عبر اتخاذ عدد من الإجراءات، ومنها المصادقة عام 1996 على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بجانب التوقيع على اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 وغيرها من الإجراءات. ودولة قطر كانت من الدول التي بادرت في البداية في التوقيع على المعاهدات ذات الصلة بالتغيرات المناخية، وأيضاً اعتمدتها، وبالتالي استضافت أيضاً قطر إحدى هذه المؤتمرات الكبرى. بالإضافة إلى ذلك أن هناك أيضاً ارتباط وثيق على الاستدامة. قطر استضافت العديد من الفعاليات لتضافر
وجمع جهود الدول المختلفة والمنظمات الدولية المختلفة في مجال الحفاظ على البيئة ودرء أخطار التغير المناخي. ونذكر جميعا أن كوب 18 كان في دولة قطر منذ عدة سنوات، وهنالك التزامات من دولة قطر في مجال تخفيض الكربون، في مجال تطبيق الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، المؤتمرات العلمية، البحوث الأكاديمية. يؤثر التغير المناخي على العديد من المجالات، لعل أبرزها قضية الأمن الغذائي، قضية محورية واستراتيجية بالنسبة لأي مجتمع. فارتفاع منسوب المياه يصيب الأراضي الزراعية بزيادة في نسبة الملوحة، كما يؤدي الجفاف إلى ندرة المياه، والنتيجة في الحالتين واحدة: تقلص مساحات الأراضي الصالحة للزراعة. الأمن الغذائي هي قضية عالمية، وأيضاً لابد أن تتوفر شروط عديدة لتحقيق هذا الهدف، من ضمنها أولاً القوانين المنظمة والمقيدة والتي تحاول أن تساعد للوصول إلى الأمن الغذائي والمائي. أيضا استثمارات عميقة وكبيرة جدا دولة قطر استطاعت أن تمنحها للعاملين في هذا القطاع من المزارعين، وأيضا شجعت الكثير من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة الحديثة. ووجود في دولة قطر في هذه الأيام إكسبو الدوحة الذي أيضا يجمع ما يقارب 80 دولة من الدول الصحراوية وشبه الصحراوية. التغير المناخي أزمة عالمية تحتاج إلى تضافر الجهود الفردية والمجتمعية، من منطلق أننا جميعنا مسؤولون عن حماية بيئتنا من الآثار المدمرة نتيجة السلوكيات البشرية الخاطئة. لا بد من تضافر ثلاثة جهات، هي الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. إذا هذه القطاع الثلاثة تضافرت جهودها فيمكن إنجاح كافة المشاريع. من الملاحظ أن القطاع الخاص مؤخراً في دولة قطر بدأ يعي دوره ويستثمر في مجال صناعات التدوير، مجالات الطاقة المتجددة، الحفاظ على البيئة، الاستدامة في مجال الغذاء والأمن الغذائي وغيرهم، مشاريع كثيرة لا مجال لحصرها. كل يساهم في هذه القضية، وبالتالي الأفراد عليهم أن يلتزموا بالوعي أولاً، وهذا الوعي أولاً بتقليل هذه الغازات الدفيئة، أيضاً تقليل من الصرف في الماء، وأيضاً التعامل السليم والرشيد مع المخلفات، أيضاً تربية النشء على القيم التي توطن الإنسان بيئته وتقدر نعم الله سبحانه وتعالى، لأن هذه النعم في الواقع وجدت بما يكفي للجميع. التغير المناخي ظاهرة من صنع الإنسان، وهي تعد أكبر تهديد يواجه البشرية، فالأمر لا يقتصر على ارتفاع درجات الحرارة فحسب، فتغير المناخ يؤثر في كل شيء، من موجات التصحر والجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث التي تعبر عن غضب الطبيعة التي ترفض ممارسات عبثية ذات نتائج كارثية. رجعنا لكم مشاهدينا وحياكم الله من جديد وين ما كنتم تتابعونا. يمكن سبق وتحدثنا عن جانب جدا مهم اللي هو الأسرة، أن أنت اليوم تبني مجتمع يعني أن أنت تنشأ أسرة. الأسرة حجر الأساس في أي بناء مجتمعي، وتعتبر كذلك هي العامل الأول والأساسي في تكوين الكيان المجتمعي والتربوي، لأن الأسرة تساهم بشكل كبير في تربية وتكوين شخصية الطفل وكذلك تعليمه العادات والتقاليد. وما ننسى أن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي نفس ما ذكرت سابقا هي ذات وظيفة بيولوجية رئيسية في بناء المجتمعات الصحية. رح نتحدث مشاهدينا أكثر عن هذا الجانب والدور التنموي اللي تقدمه
الأسرة في المجتمع، فيسعدنا نستضيف معنا الأستاذ فتحي لطفي الخبير التربوي. حياك الله معنا وأسعد الله صباحك بكل خير. حياك الله معنا أكيد أستاذ فتحي. أنا للأمانة اللي لفت يعني انتباهي نقطة أن اليوم الوظيفة البيولوجية للأسرة، لو تشرح لنا أكثر أستاذ فتحي. أولا صباح الخير وكل سنة وأنتم طيبين ودولة قطر بخير. أنت بخير. وندعو الأمة الإسلامية بالنصر والعزة دايما إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. يوم الأسرة الاسم بسيط لكن المفهوم والفلسفة من وراه كبير جدا. وطبعا الشكر لصاحبة سمو الشيخة موزة، هي من اقترحت ودعت لإقامة يوم الأسرة. صحيح. وبالفعل تم اعتماده في دولة قطر 2011 وأصبح سنويا يوم 15 إبريل. الفكرة ما كانتش مجرد اسم نحتفل بيه، الفكرة كانت إن هو إزاي نرجع نحب بعض مرة تانية كأفراد أسرة. بنفكر بعض، هو الحب موجود لكن إحنا بنفكر بعض، بنفكر بعض بمدى الترابط اللي جمعنا، بمدى الاحترام المتبادل ما بيننا، بكلمة الحب اللي إحنا أحيانا بنفتقدها نتيجة الحياة وضغوطها ومشاغلنا اللي فيها. فالفكرة من وراها مفهوم كبير جداً، فكل الشكر لصاحبة السمو شيخة موزة. من ناحية المفهوم البيولوجي، طبعا المفهوم العام احنا عارفينه، الإنجاب والحفاظ على البشرية. نعم. لكن خلينا نتكلم من منظور آخر، إن الحفاظ على البشرية محتاج ثلاث حاجات أساسية. أول حاجة محتاج بيئة آمنة، فإحنا بنتكلم هنا إن علشان يتم إنجاب أطفال لازم يتم في بيئة آمنة. ثانيا أنا محتاج الاحتياجات الأساسية اللي هي الرعاية الأساسية. الرعاية الأساسية يعني ملبس، مأكل، رعاية صحية وهكذا. ثالثا أنا محتاج أكون على كيفية أحمي أفراد الأسرة من المخاطر والأخطار. فإحنا عندنا ثلاث حاجات رئيسية في البيولوجي، إن إحنا بنتكلم عن بيئة، بنتكلم عن احتياجات، بنتكلم عن حماية أفراد الأسرة. طيب هنفكر هنلاقي ان هي دي الوظيفه الكبرى للمجتمع، فهو بالفعل زي ما حضرتك بدات المقدمه، هي الاسره النواه للمجتمع. فكل ما توفرت الحاجات دي بشكل صحي هنلاقي ان المجتمع وفر بيئه امنه لافراده، هنلاقي ان المجتمع وفر الاحتياجات الاساسيه لافراده، هنلاقي ان المجتمع بيحاول يكون حائط صد وردع للمخاطر والاخطار اللي بتواجه افراده، فده مفهوم بشكل أكبر شوي. نعم. اليوم ممكن حتى أستاذ في هذا الجانب نشوف يمكن دولة قطر تهتم بشكل كبير بهذا الجانب وحتى تحقق التوازن اللي قاعد نشوفه. يعني يمكن اليوم نتكلم مثلا عن المرأة أو حتى الرجل، يمكن قاعد نشوف أن هناك توازن بين الأسرة والعمل بضوابط وأمور كثيرة، من ضمنها اللي هو بعض القرارات مثل نظام عمل تجريبي مرن يكون طبعا للأمهات والعاملات في القطاع الحكومي من خلال إجازات المدرسية القصيرة، كذلك منح أولياء الأمور لما نتكلم كذلك في الاهتمام بالجانب التعليمي، يكون هناك في تخفيف ساعات العمل لحضور مثلا احتفالية اليوم الدولي للتعليم. إذن هي الدولة قاعدة تحرص بشكل كبير على هذا الجانب، ورح نتحدث أكثر في هذا الجانب لكن بعد ما نروح هذا الفاصل مشاهدينا ولا نعود. حياكم الله معنا مشاهدين الكرام، وأكيد مستمرين معاكم لتكملة فقراتنا لهذا البرنامج في الضحى. ويمكن قبل الفاصل كنا مع الأستاذ فتحي لطفي الخبير التربوي، وأكيد كنا نتكلم عن أهمية دور الأسرة في تكوين شخصية الطفل وأهمية الحفاظ على مثل هذه العادات والتقاليد. يمكن دكتور فتحي قبل الفاصل كنا نتكلم عن الوظيفة البيولوجية للأسرة، يمكن تكلمت عن ثلاث احتياجات أساسية للأسرة أو للطفل، لكن من جانب آخر أستاذ فتحي إذا جينا نبغي نتكلم عن الوظيفة النفسية
يعني للأسرة وتأثيرها على الأبناء؟ السؤال ده بنتكلم عن دور خطير جدا للأسرة. لو أخذنا بالنا إن هنلاقي الأسرة منظومة كاملة، يعني فعلا منظومة كاملة خاصة الجانب النفسي. إحنا بنتكلم عن توفير أفراد الأسرة محتاجة الدعم العاطفي، الحب، الاحترام، الصحة النفسية لأفراده. الأسرة إما هتنتج إنسان سوي يكون إنسان إيجابي ونفع للمجتمع، يا إما للأسف هتنتج عكس ذلك، إنسان غير سوي ومضر للمجتمع. ودي طبيعة البشر، فيها الخير والشر، فيها الحق والباطل، ونتيجة ذلك بيكون البداية دايما من الأسرة. صحيح. فإحنا بنتكلم عن البديهيات. لو أخدت بالك هتلاقي إن تكوين شخصية الطفل بيبدأ من الأسرة، فإحنا عندنا الجانب النفسي قايم على تكوين الشخصيات. إزاي أكون شخصية إنسان سوي عنده يقدر يتفاعل اجتماعيا ويتفاعل مع الآخرين بشكل إيجابي، عنده القدرة على حل المشاكل، عنده القدرة على الاتزان الانفعالي، ما يبقاش ماشي ورا غضبه. الكلام ده بيجي ازاي؟ بيجي من الأسرة وطريقة حلولها لمشاكلهم الداخلية مع بعضهم. يا ترى فيها تعنت وصراخ وتعنيف، ولا فيها احترام للآراء المتبادلة ما بين أفرادها؟ نعم. أنت عايز ابنك لما يكبر يحل مشاكله ازاي؟ ما أنت بطريقة حلك لمشاكلك هو هيحل مشاكله. هتسمعه هيتعود يسمع الآخرين، هتحترم رأيه هيتعلم يحترم الآخرين، هتتناقش معاه بالحجة وبالأفكار وبالآراء بعيد عن ذاته، لأن أنا ما أقدرش أهينه. أنا إنسان، أنا أعظم كائن على وجه الأرض، ربنا خلقني سخر ليا السماوات والأرض، فأنت بأي حق تهني؟ عايز تجادلني، جادل فكرتي وإقنعني بيها وأنا أقنعك بيها وهكذا. فهنا أنا في الآخر بعمل جيل عنده ثقة بالنفس، مش جيل من مجرد كلمة عالية أو نظرة عين أو صوت عالي يرتجف داخليا ويبقى سطحي فقط وعنده مشاكل كتيرة من الداخل. لا، أنا بخلق جيل عنده ثقة بالنفس، عنده القدرة على التفاعل الإيجابي مع الآخرين، عنده القدرة على احترام آراء الآخرين، ودي حاجة إحنا محتاجينها كلنا في الأسر. زمان لو تفتكروا موجودة لغاية دلوقتي، الأب بيدخل تلاقي الكل رايح يبوس راسه وإيديه، الكبير بنشوفه بنوقف له ونبوس راسه، والاحترام، وحتى لو آراءه مش عجبانا الاحترام، دي كلها قيم. الأسوأ دي نبعدها شوية، يعني أشوف ابني أنا مش عيب حتى هو شاب أخده في حضني وطبطب عليه وأقول له أنا بحبك وحشني. الحاجات دي إحنا محتاجينها، يعني الحب ده لما بيبقى موجود بتبقى أسرة دافية، والدفى ده إحنا محتاجينه، لأنه هيعود على المجتمع بأفراد بتحب بعض وبأفراد بتحترم آراء بعض. فالناحية النفسية طبعا ناحية مهمة جدا. بلا شك. احنا ما ننسى اليوم الأسرة ممكن هي الجذور اللي تشكلنا، وهي الجذور وهي النواة حتى يمكن لجانب الحب، لجانب الاحتواء، لجانب الاحترام. لذلك يمكن أستاذ فتحي أنا ذكرت وتعمدت أن أذكر في بداية الحلقة أن في جانب جدا مهم، أن أنا اليوم حتى الطفل لو كان في سن 3 و4 ضروري جدا أن لما أخاطبه يكون، أو لما مثلا يسوي غلط يكون فيه اللي هو مبدأ التفاهم، مبدأ الخطاب، لأن هذا صحيح. ينشئ عندنا أول شيء طفل يكون ذو وعي ذو سلوك. فلو نتحدث أكثر عن هذا الجانب وأهمية اليوم أن الأهالي يمكن مثلا اللي في عمر صغير أو مثلا ما عندهم التجربة ولا الخبرة، مو غلط أن واحد يقرأ، ولا غلط أن واحد يروح مثلا مراكز ومؤسسات ويتعلم ويثقف، لنا بالنهاية إحنا قاعد نتكلم عن جيل مستقبلي. صحيح. فنتحدث أكثر عن هذا الجانب وأهميته. خلي بالك الأطفال اعتبريهم مع تربة خصبة، إحنا اللي بنحط بذور التربية فيهم. البذور دي هي يعني بنعتبرها الأول جدار دفاعي للطفل هيواجه بيه المجتمع فيما بعد. النهاردة الأسرة ما بتربيش لحالها، إحنا حوالينا مليون مكان بيربي في أولادنا، بيحط بصمته. صحيح. وسائل اجتماعية مختلفة، نعرف بعضها وبعضها غريب، يعرفها أجيال مختلفة، جنسيات مختلفة حوالينا، مدرسة بتدي أفكار، مجتمع بيدي أفكار، أصدقاء بيدوا أفكار. فلما بدأتيش أنت كأسرة تحطي البذور دي، غيرك هيحطها، ويا ترى هيحطها بشكل سليم أنت هتكوني راضية عنه فيما بعد ولا مش هتكوني راضية عنه.
الآثار اللي احنا هنستناها فيما بعد هي دي البداية اللي احنا حطيناها، لأنها بتعمل ضمير حي وبنخلق بيها ضمير عند الأطفال من صغرهم، بينبه نفسه قبل أي سلوك يا ترى هذا صح ولا خطأ، حتى لو فعل الخطأ لكن هو عارف أنه صح. المشكلة في اللي بيعمل الخطأ هو مش فاهم، هنا بيكون في غياب لدور الأسرة. فهنا الموضوع بالنسبة للأسرة وأنها تبدأ في توجيه أطفالها من الصغر مش عيب خالص. إن أنا أحضر دورات عن التربية، إن أنا أشتري كتب عن التربية، ده شيء مهم جدا. يعني للأسف دلوقتي أحيانا الحياة بتاخدنا كتير إن إحنا بننسى إن دي أهم نقطة في حياة أولادنا. النهاردة هم جنبنا، كم سنة هم مش جنبنا، فهي الفترة دي هي الفترة الذهبية للطفل اللي من خلالها نبدأ نظبط الإيقاع بتاعه هيكون شكله إيه في المستقبل. نعم. طيب أستاذ لطفي، يعني أنت تكلمت عن هذا الجانب عبارة عن مشروع متكامل لابد أن يكون فيه يعني تعاون سواء كان بين الأسرة وبين المؤسسات في الدولة عندنا. اليوم بحكم أنك أنت موجود في هذا الجانب، كيف تشوف دور المؤسسات أو أهمية يعني وجود مبادرات في هذا المجال؟ حاليا غالبا في اخر 10 سنوات الدوله نقلت نقله نوعيه متقدمه متطوره جدا في هذا المجال. اصبح الاهتمام بمجال التربيه والطفوله بشكل ايجابي جدا. عندنا وزاره التنميه الاجتماعيه، كتير من الورش والتعزيز بيتم عندنا، مؤسسه قطر المجتمع، عندنا مركز استشارات الاسره. كل دي حاجات موجودة حالياً متوفرة للأسرة بتقدم المشورة في أي تحديات تقابلها. عايز الأسرة تخرج خارج الخجل، لما تواجهك حقيقي مشكلة روحي واستشيري أهل الخبرة وأهل العلم، اعرفي إزاي أواجهها. النهاردة أطفالنا غير النمط بتاع زمان، أطفالنا اتولدوا وفي محمول حواليهم وفي قنوات فضائية نقل العالم صحيح. كله وفي كل حاجة. نعم. فالطفل بقى بيجادلك في حاجات احيانا تبقى انت مندهشه، انت جبت الامور دي منين او جبت الافكار دي منين. فلا، انت محتاجه دعم. النهارده الدوله ما شاء الله بتعمل فعاليات كتيره جدا خاصه بالطفوله، بتعمل ورش عمل خاصه بالطفوله، بتعمل انشطه بتخلي الاطفال تشارك فيها على اساس تعلمهم كيفيه المشاركه الايجابيه ما بين بعضهم البعض والاخر. وعلى فكره التنوع الثقافي ده مفيد جدا للمجتمع. الدوله اللي بيكون فيها جنسيات بيدي تنوع ثقافي، لانك بتطلع على وعي ومعرفه كبيره جدا بتفيد المجتمع فيما بعد. صح. نعم. واحنا يمكن الفكره الرئيسيه والاساسيه يمكن من وراء هذه الدورات وهذه الورش وهذه الثقافه ان احنا اليوم ناسس اسره مبنيه على صحه، صحه نفسيه، صحه عقليه، صحه سلوكيه، صحه يمكن من جميع النواحي. لما يكون في ادراك ووعي بالنسبه للاهل اكيد راح يتحقق وايضا راح ينعكس على الأطفال وعلى المستقبل. لكن أكيد في أفكار قد تكون، بما أنك يعني تبارك الرحمن خبير تربوي وخبرة لك ما شاء الله أكثر من 20 سنة في هذا الجانب، فأكيد في أفكار مثلا في بالك ودك أن تطبقها على أرض الواقع ممكن تفيد أكثر بالأسرة ونجاح الأسرة وتماسك الأسرة. هو في فكرة كنت فكرت فيها بحكم ان احنا في عصر دلوقتي الموبايل سهل في ايدينا والتطبيقات بقت كتيره جدا وبتخدم حاجات كتيره جدا من خدمات حياتنا، لكن هو قايم على فكره الاسره ايضا. يعني هو ابلكيشن، فكره تطبيق ابلكيشن زي مثلا اسره قطر او اسره السعيده، اي اسم جميل خاص بالاسره. هو مختلف عن مثلا اغلبنا عامل جروب عائله على الواتساب مثلا. صحيح. لكن هو بيبقى الواتساب عباره عن مسج وانتهى الموضوع على كده، ما فيهوش اكتر او صوره دمها خفيف او حاجه. نعم. سريعه. لكن فكره التطبيق هنا هي فكره متكامله كانه منصه كامله. تطبيق. بالظبط، بيكون ما بين افراد الاسره وبعضها، ينزل داونلود من اي ستور عادي لاي مكان. والتطبيق ده يكون يا اما لاسره صغيره يا اما للعائله بالكامل. حلو. يعني اسره من 5 6 افراد 7 8 افراد او العائله كامله. واضح. مثلا تحت اي لقب، مثلا مع الاحترام للجميع. بيتناول من خلال التطبيق مثلا ايه؟ هتلاقي كلام دمه خفيف ما بين الاسره وبعضها. معلومات ما بين بعضهم البعض. النهارده ابني في الكليه في دوله فلانيه، والنهارده بنتي في المدرسه او في عملها، والنهارده الاب في مكان خارجي، اصبحنا بعيد عن بعض شويه، وبنجتمع في البيت بعض الاوقات، لكن اغلب الاوقات كل واحد فينا مهتم او مشغول في الشيء اللي هو مكلف بيه. صحيح. فالتطبيق دوت هيجمعنا كلنا مع بعض،
يخلينا دايما متذكرين بعض كإخوة كأخوات أو كعائلة مع بعض. عليه بعض الصور، عليه بعض الفيديوهات. من خلال التطبيق أيضا أقدر أعمل تقويم عليه كل المناسبات اللي خاصة بالعائلة، وزي كنا بنتكلم الأعياد الميلاد، يوم الزواج، مناسبة خاصة وهكذا. فأقدر أعمل عليه المهام المكلف بها الأسرة اللي احنا بنقول عليها تو ليست، زي مثلا زي ان تدريب السباحة اللي خاص بفهد، تدريب الفروسية اللي خاص لراشد، الدرس الفلاني اللي خاص لفلان، أشبه برزنامة كاملة. أقدر أحط عليه مكتبة رقمية، فبشجع أفراد أسرتي وأقترح، وكل واحد فينا يقترح، أنت تحب نقرأ إيه كتاب الشهر دوت، تحب نقرأ إيه مش عارف كذا. الأب بيقترح، الابن بيقترح مش عارف إيه، ويبقى الأب كمان شايف الكتب اللي ابنه بيقراها بشكل غير مباشر، فيعرف توجيهات روحها فين. يعني يعني دكتور، الهدف من التطبيق هذا أنه يكون في متابعة من ولي الأمر، كذلك يكون في تواصل بين أفراد الأسرة أو العائلة. إن شاء الله يعني بإذن الله إحنا نشوف النور لهذا التطبيق، ونشوفه يعني هذا التطبيق أنه يتم تنفيذه سواء كان في المجتمعات العربية أو يعني مختلف المجتمعات. كلمة أخيرة دكتور أو أستاذ فتحي، يعني ودك توصلها للمشاهدين. للمجتمع، لأفراد المجتمع، للمجتمع بشكل عام. أوكي. الأسرة شيء عظيم ونعمة من ربنا، إن نكون في أسرة متحابة مع بعض. الاهتمام بالأسرة يعني مجتمع إيجابي، مجتمع ناجح، أفراد متحابة، يعني رقي. التعليم القوي محتاج أخلاق تحفظه، والأخلاق بتبدأ من الأسرة. نعم. تحياتي ليكم، وتشرفت بوجودي معاكم اليوم. واحنا لنا الشرف، ودايما يوم أسرة سعيد على بلدنا الحبيبة قطر. إن شاء الله. إن شاء الله. كل الشكر لك يا وما قصرت. ويمكن فعلا احنا دائما نقول الأسرة هي السند الأول والحقيقي. صحيح. لكل فرد، لذلك التمسك بها بكل مكنوناتها أكيد شيء لابد منه. فشكرا لوجودك اليوم معنا، وشكرا للمعلومات اللي ذكرتها لنا أستاذ فتحي لطفي الخبير التربوي، يعطيك العافية. شكرا شكرا. كل الشكر لك، وأكيد نتمنى لك كل التوفيق بإذن الله. أكيد. يعني مشاهدينا ما زلنا مستمرين معاكم بمواضيع مختلفة. واحد من المواضيع المهمة اليوم ممكن أيضا نتاجها الأسرة، اللي هو لما أنت يكون عندك فرد صحي معناته راح يكون أيضا له أهمية كبيرة في المجتمع، وكذلك أنك قوة عاملة في بناء المجتمع. فإحنا عندنا قوة عاملة في قطر، كيف الاستفادة منها وأهمية الاستفادة منها؟ تابع معاكم مشاهدينا في هذا التقرير. عقول تبدع ويد تبني وغد بالخير يأتي. لا تبنى الأوطان إلا بالعمل، ولا ينجز العمل إلا بقوى بشرية تعمل بلا كلل ولا ملل لرفعة هذا الوطن. القوى العاملة تعتبر لبنة أساسية في بناء أي دولة حديثة، وتعتبر من مقوماتها الأساسية، وتحويل الدول من مصاف دول قائمة على اقتصادات ريعية إلى اقتصادات ذات معرفة. تلعب الموارد البشرية دوراً حاسماً في تحسين التكلفة، حيث تشكل تكاليف العمالة غالباً جزءاً كبيراً من نفقات الشركة، وهو الأمر الذي يستدعي الاستخدام الأمثل للقوى العاملة بما يعود بالنفع على المنظومة الاقتصادية. استخدام القوى العاملة بشكل أمثل ووضع التخطيط الفعال للموارد البشرية يعتبر أمراً حيوياً لنجاح المنظمة، سواء في الأجل القصير أو الطويل. بعض الطرق لتحقيق ذلك، يجب على الشركة أو المؤسسة تقدير احتياجاتها الحالية والمستقبلية بناء على خطط النمو والتطوير، وذلك لتوفير الكفاءات اللازمة في الوقت المناسب. ينبغي للمنظمة اختيار وتوظيف المرشحين الأكثر تأهيلا وتمييزا، مما يساهم في تعزيز الأداء وتحقيق الأهداف بفعالية. يجب استثمار في تطوير وتدريب العمالة الحالية لتحسين مهاراتهم وزيادة كفاءتهم، مما يعزز الإنتاجية ويقلل معدلات تغيير في العمل. يجب تطوير استراتيجية الاحتفاظ بالموظفين المميزين وتقديم بيئة عمل محفزة ومشجعة. تشكل القوى العاملة حجر الأساس في التنمية الاقتصادية،
والتي تشمل العديد من المجالات الحيوية التي تحتاجها دولة قطر. جسور منصة حكومية تعمل على إنماء سوق العمل من خلال تقديم فرص لا متناهية للتطور والإبداع وفق رؤية قطر الوطنية 2030، ومن خلال الموائمة بين الابتكارات والإنجازات وبين الموارد البشرية في البلاد. إن تطلعات دولة قطر للتنويع الاقتصادي تجعل من الضروري بناء رأس المال البشري لخلق قوة عمل أكثر إنتاجاً، لذلك من المهم بناء الاستراتيجيات الشبابية لتحقيق الاستفادة القصوى من القوى العاملة. تعتبر بناء الاستراتيجيات الشبابية مهمة حيوية تتطلب خبراء متخصصين في هذا المجال لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من القوى العاملة الشابة. يمكن تحقيق ذلك من خلال الخطوات التالية: 1. توفير التعليم والتدريب المناسب. 2. تشجيع البحث والابتكار. 3. التعاون مع القطاع الخاص. يمكن تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الخاصة لتوفير فرص تدريبية وعمل للشباب في مجال بناء الاستراتيجيات. 4. توفير الدعم المالي. 5. تعزيز الشبكات الاجتماعية أو التواصل الاجتماعي. ونظراً للأهمية القصوى للقوى العاملة، يجب أن يكون هناك عدد من الأسس المدروسة لاستقطاب واختيار الكوادر المؤهلة. يجب أولاً وقبل كل شيء تحديد احتياجات الوظائف المتاحة بشكل دقيق. يتم فحص السيرة الذاتية للمتقدمين وتقييمها بناءً على مطابقتها للمتطلبات الوظيفية، ومن ثم يتم دعوة المرشحين المحتملين لإجراء المقابلات الشخصية لتقييم مهاراتهم وصفاتهم الشخصية. وأخيراً وليس آخراً، الاهتمام بتجربة المرشح. يجب تقديم تجربة إيجابية للمرشح منذ بداية عملية التوظيف حتى انضمامهم للفريق. مستمرين معكم مشاهدين الكرام لتكملة باقي فقراتنا من هذا البرنامج فيض ضحى، والروح إلى موضوع مهم وإلى مجال جدا جميل، حيث يعتبر الفن التشكيلي واحد من أبرز وسائل التعبير الإبداعي، حيث يسمح للفنانين بتجسيد رؤاهم الفنية وتعبيرهم عن هويتهم وثقافتهم من خلال لغة فنية متميزة. وفي قطر تبرز عدة فنانات تبرز عدة فنانات تشكيليات يتميزن بأعمالهن التي تعكس الهوية والثقافة القطرية بشكل بارز. من بين هؤلاء الفنانات البارزات هي الفنانة التشكيلية نوف الغامدي، اللي تتميز بأسلوبها الفني الفريد والمميز اللي ينطوي على روح قطرية عميقة بتفاصيلها الدقيقة واستخدامها للألوان الزاهية اللي تعبر عن جمالية الطبيعة والتراث القطري بأسلوب معاصر. يسعدنا أن نرحب بها في الاستديو. حياك الله معنا أختي نوف، وصباح الخير عليك. صباح الخير، الله يحييك. يعطيك العافية، سعيدين بوجودك، سعيدين بوجود اللوحات الجميلة والألوان الجميلة والجهد الحلو اللي أنت قاعدة تقدمينه، يمكن من الطفولة لحد الحين الشغف والحب موجود، لكن الأحلى لما نشوف هذا الشغف يتحول إلى إبداع ويتحول ايضا الى هنقول رساله للعالم. يعني انا مثلا ودي ابتدي صراحه بشيء جدا جميل، ودي ابتدي خليها عادي، اكشخ عادي وعيد عادي. يعني هذه يمكن من مشاركتك في كتاره كانت تحديدا في العيد. نتحدث اكثر عن جماليه هذه اللوحه، خصوصا ان يمكن احنا سابقا كنا قاعد نتكلم عن الاسره. حلو ان ايضا انت عاكسه الاسره بتفاصيلها في هذه اللوحه. طبعا انا هذه اللوحه اخذتها من اغنيه بلاك يود اللي نزلت في ليله العيد، وحبيت في الفيديو مجسدين يعني لوحه ابراج الرسيل والدوحه، وحبيت اختار شيء غير يعني، فاخترت الابراج واخترت انه يكون بالليل عشان يبين جماليه اللون الازرق. وطبعا غيرت فيها، خليت الاب مع عياله طالعين ففرحه العيد والالعاب الناريه وهالشكل. جميل جميل. طيب اختي نوف، عاده يمكن انا اعرف ان كل عمل يعني يستغرق وقت معين لتنفيذه، لكن
بالنسبه لك انت الاعمال هذه هل يعني تنفذينها في اوقات متقاربه ولا يعتمد على حسب الفكره اللي يعني تبغين انت تنفذينها؟ هو اول شيء طبعا يعتمد على الفكره، انا بعد ما خطط الفكره يعني في سكتش سريع، فعقب يعني على حسب اللوحه وعلى حسب مضمونها، فتختلف اكيد كل لوحه والثانيه على المجهود اللي اسويه، وطبعا على حتى على جوده الالوان. فبعضهم ياخذون يعني فوق 33 ساعه 40 ساعه تقريبا يعني في نعم. اقل يعني اذا في دفتر سريع ارسمه. نعم. فيعني كل لوحه لها جهد مختلف. إيه لها كل لوحة منظور إيه. مختلف. لكن يعني انا مثلا من اللوحات انا اتوقع جزء جدا بسيط من لوحاتك، يمكن إيه كل صح. يمكن كل لوحه فيها رساله، كل لوحه فيها هدف. يعني انا صراحه هذا اللي حبيته، ان انت مش مقيده تحت صح. اطار واحد، يمكن إيه. تحبين التنوع صح. لكن انا ودي اعرف هالتنوع وهالابداع شنو او من كان ورا؟ في احد الهمك؟ في احد مثلا من العيله اساسا يحب هذا الجانب ولا لا؟ والله انا يعني الوحيده في العائله كلها صح. يعني اللي ارسم. شكلهم لعوزين قلت ارسمي لي لوحات البيت كلها انت صح. اي يعني فهوايه هي من يوم صغيره يعني، فنميتها اكثر عقب التخرج من الجامعه يعني. طيب تميت لها الجانب. انا ودي اعرف لما تيجي نميتيها شلون نميتيها؟ هل هو شخصي؟ هل مثلا دورات؟ لا شخصي. فانا وايد اشوف فيديوهات على اليوتيوب، احب اتابع فنانين معروفين اتعلم منهم، احاول اطبق لكن باسلوبي غير يعني يختلف، ما احاول اني اقلد شخص نعم. معين. نعم. طيب اختي نوف، احنا نبغي يعني الحين قاعدين نشوف معاك ومع المشاهدين هذه واحده من اعمالك، وهذه المراه اللي تعبر اعتقد عن مشاعرها وهي حزينه، لو تكلمينا اكثر عن هذا العمل. هذه اللوحه طبعا شاركت فيها في مسابقه كتارا الرسم الحر، كان في كاس اسيا. كان فيتنام وطاجكستان صح؟ نعم. عن فيتنام وطاجكستان شاركتي؟ اي هاي لا، هاي المعرض، هاي الثاني مسابقة حرة ارسم لايف قدام الناس. فاخترت الهند، كانوا هم معطينا موضوع نختار عن اي دولة في شرق اسيا، وانا اخترت المرأة الهندية اللي هم يعني يصنعون ملابسهم ونفسهم. حلو. يصنعون سجادهم، فحبيت ان اجسدها بطريقتي وبالالوان في هاللوحة. حلو. يعني موضوع الرسم الحر اكيد صعب، خصوصا ان انت تكونين تحت ضغط تحت وقت، فشلون تقدرين اساسا من البدايه ترتبين وقتك رسمك كل هذا بوقت معين، تنجزين الرسمه بوقت معين؟ فالرسم الحر كان اول مشاركه لي في كاس اسيا هي، فكنت مستصعبه الشيء في البدايه، بس عقب صرت يعني اسوي طقوس يعني اخذ لي قهوه اروق، صرت اتعرف على الفنانين فصرنا ندعم بعض، فحبيت الاجواء بالعكس، اصلا استانست اكثر مع الناس، تعليقاتهم يعني كانت جدا ايجابيه والمدح نعم. والدعاوي الحمد لله يعني. اكيد. طيب وبعد نبغيك يعني تكلمينا اكثر عن هذه العمل او هذه اللوحه اللي قاعدين نشوفها معاك ومع المشاهدين. صوره جدا جميله صراحه ومعبره يعني. هاي بعد في شاركت فيها في معرض شعوب اسيا، هاي حق فيتنام. بعد كان نختار اي بلد احنا نبيه، فانا اخترت فيتنام، انا حبيت الشغل اللي يشتغلون الحريم هناك، شلون لما يروحون النهر يقطفون الورد بنفسهم، عقب يروحون المدينه ويبيعونه، فحبيت اجسد هذا المهنه مالتهم في هاللوحه. يمكن انا اللي حبيته صراحه اكثر ان اليوم لما نتكلم عن تبادل ثقافي، يعني انا اتوقع في فنانين اكيد شاركوا ويمكن حتى من الخارج بلوحات لها علاقه تمت بالعرب او بمثلا قطر بتراث قطر، فحلو لما يكون هذا التبادل صح. الفكري والتبادل الثقافي. نتكلم اكثر اليوم نوف عن جانب المشاركات، يعني تبارك الرحمن هذه المشاركات اكيد لها فائده كبيره بالنسبه لك، فنتحدث اكثر عن المشاركات اللي شاركتي فيها سواء يمكن في كاس اسيا او حتى المشاركات المحليه. في كاس اسيا طبعا المشاركه بشكل عام في المعارض يعني مهمه، لها دور كبير ان انت تنعرفين للناس، تكون لك بصمه، تتعرفين على فنانين ثانيين، تسقلين موهبتك اكثر. حلو. يعني هاي يمكن اكيد من الجوانب الايجابيه والجوانب الجميله. طيب اللي مثلا حاب انه
عنده موهبه وحاب انه يعني خلينا نقول يسهم اكثر في اثراء موهبته، شنو ممكن انت تساعدينه كونك انت يمكن بديتي من نفسك وعلمتي نفسك، شنو ممكن الاجراءات او الاشياء اللي يسويها على اساس انه يكون عنده وعي مثلا باستخدام الفرش، الالوان اللي ممكن تناسب هذه اللوحه، تداخل الالوان، التكنيك، شلون ممكن الواحد يطور نفسه؟ الحين يعني كل شيء سهل تقدر تتعلمينه بسرعه، اليوتيوب موجود، النت موجود، حتى الورشات قام الفنانين يسوون ورشات أكثر من خلالها يعلمونهم الفرش. فهو أول شيء لازم الواحد يؤمن بفكرته باللي يبي يسويه عشان هو ينجز منها ويبدع أكثر. نعم. فيتمسك في اللي يبي ويتعلم من خلاله، سواء من اليوتيوب، من ورشات، من أي حد يعني. واضح واضح. طيب نوف، إذا سألناك يعني مشاريعك أو أعمالك المستقبلية، هل أو حتى إذا عندك مشاركات في سواء كانت داخل دولة قطر أو خارج قطر، أعمال مستقبلية؟ نعم. إن شاء الله حالياً قاعدة أفكر في فكرة مشروع إن شاء الله راح أسويها بمعرض، إن شلون أجسد مشاعر الإنسان في لوح، يعني ما تعتمد على الألوان بس، يعني في إضافات خيوط، ممكن قزاز، هالأشياء اللي تطلع جمالية الفن وتشرح حالات الإنسان، يعني بحيث إن يعني اللي يشوفها يفهم الحالة هذه، سواء فرح، حزن، من غير كلام، من غير أي شيء. واضح. يمكن هذا اللي يميز الفن دائماً، أنه هو فن راقي، فن الكل يقدر، سواء كان عربي أو متحدث باللغة العربية أو غير متحدث، مجرد ما أنه هو يشوف الصورة يمكن فعلاً يفهم المحتوى الحقيقي. لكن اليوم نوف، يمكن كل فنان له بصمة. طيب أنت شو ممكن تخلقين بصمتك في جانب الفن؟ كن ما شاء الله تبارك الرحمن، يمكن تحديداً خلينا نقول من فترة كورونا وظهرت عندنا أسامي كثيرة اللي استمر وللأسف اندثر، لكن الفكرة والسؤال شلون أنا اليوم أقدر أحافظ وأترك بصمتي كمجال فن؟ ترك البصمة هي في طريقة التلوين، في طريقة تنويع الألوان، يعني أنا إن شاء الله تكون لي بصمة، يعني هاي من طموحي أن تكون لي بصمة، مثلا اللي يشوف اللوحة يقول أن هذا رسم نوف، يعني هذا اللي أطمح له إن شاء الله. نعم. طيب نوف، يعني احنا صراحه نبغي نستغل وجودك معنا، اكيد اليوم مثل ما ذكرت زميلتي واكيد مثل ما انت تعرفين ان اشخاص كثرهم حابين هذا المجال او عندهم الرغبه انهم يدخلون هذا المجال، وفعلا احنا اليوم نشوف صراحه في اهتمام كبير من بعض مؤسسات الدوله من خلال اقامه العديد من المعارض. صحيح. الفعاليات، المبادرات لدعم وتشجيع الفنانين لابراز أعمالهم في مثل هذه يعني خلينا نقول المحافل. اليوم إذا طلبنا منك نصيحة إنك أنت تنصحينهم، من وين ممكن يبتدون وكيف ممكن يبتدون؟ نصيحتي يعني لأي شخص سواء بالفن أو غيره، إنه يتمسك بأي شيء هو حابه، هو مؤمن فيه، حتى يعني رغم الصعوبات، رغم التحديات، لأنه ما في شيء يجي بالسهولة، إنه يكون متمسك في اللي هو يبي ويتحدى نفسه عشان يطلع بشيء يعجبه ويعجب الناس. شوفي أنا يعني عندي مواهب فنية بس لحد الحين يبي لي شيء أشتغل عليها. لازم تتدربين. خلاص شكلي بجي باخذ دورة عندك ونتدرب، يعني فعلا حلو الواحد اليوم أنه هو أصلا يكتشف نفسه. صح. وغير كذي أنا أحس الفن بشكل عام غير أنه هو رسالة، غير أن أنت اليوم قاعد تطلعين طاقة، ويعني تفرغين طاقة قد تكون بشكل إبداعي. فعلا فيعطيك العافيه ونتمنى لك التوفيق، وان شاء الله نشوف لك معرض شخصي خاص عما قريب، يعني فعلا من الشخصيات اللي برزت نفسها وطلعت، يمكن صح فتره بسيطه طلعتي فيها، لكن الحمد لله لك وجود جميل. الفنانه التشكيليه نوف الغامدي، شكرا لك. كل الشكر لك اختي نوف، اكيد نتمنى لك كل التوفيق والنجاح باذن الله، واحنا مستمرين معكم مشاهدينا الكرام، ولكن نطلع هذا الفاصل ونرجع.
حياكم الله من جديد مشاهدينا، ما زلنا مستمرين معاكم في فقراتنا من برنامج في الضحى، لكن فقرتنا هذه جدا مهمة وحيوية حول ظاهرة قد تكون أنت اليوم مريت فيها من غير حتى ما تدري، ظاهرة اللي هي التلاعب برقم المتصل. اليوم التكنولوجيا أصبحت تتغلغل في كل جزء حرفيا من حياتنا، وحتى موضوع خصوصية الأمن والمعلومات صار موضوع يقلق الكثير، والتلاعب برقم المتصل هي واحد من الأساليب اللي اليوم احنا قاعد نشوفها وتستخدم، واليوم حتى قاعد نشوفها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في جهات كثيرة، في أمور كثيرة احنا قاعد نشهدها، وأيضا حالات كثيرة قاعد نشهدها. المكالمات قد تكون ممكن من جهة موثوقة، أو هم يدعون أنها تكون من جهة موثوقة، مثلا بنك أو هيئات حكومية. الهدف الرئيسي أنهم يحصلون على معلومات شخصية أو مالية. اليوم مشاهدينا راح نكتشف أكثر هذا الجانب، اليوم كيف أن احنا نحمي أنفسنا من هذه الممارسات، فراح نتحدث بشكل أكبر مع ضيفنا اليوم السيد محمد السعيد السقطري، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات. حياك الله معنا وسعيدين بوجودك، وعاد الله يعينك على الأسئلة اليوم، ممكن نايف حتى بدأ معك قبل الهواء. حياكم الله، وإن شاء الله راح نفيدكم باللي نقدر عليه. أكيد يعني فعلا يمكن اليوم أخوي محمد ما في حد يعني في المجتمع عندنا أو حتى في العالم يعني ما واجهته مثل هذه الاتصالات أو المحاولة خلينا نقول لي يعني سرقة البيانات أو المعلومات. اليوم بداية أخوي محمد يعني نبغي نعرف إحنا التلاعب برقم المتصل شلون، ولو توضح لنا أكثر إن شاء الله. أولا التلاعب برقم المتصل هو تغيير رقم الحقيقي، لما يتصل لك شخص معين ما يتصل من رقمه الحقيقي، راح يظهر لك رقم آخر، والرقم هذا الآخر ممكن يكون رقم جهة موثقة، جهة معروفة في الدولة، كمؤسسة أو بنك أو مصرف أو غيره من الجهات اللي احنا نتعامل معها في قطر أو برا قطر. فالمحتال، احنا ما نسمي هذا اختراق عشان أوضح، هو مش اختراق، هذا واضح. محتال يستخدم برامج تغير الهوية، تغير هوية المتصل، واضح. فيستخدم المحتال هذه البرامج على أساس أنه يمكن تساعد انه يغير رقم الاتصال اللي راح يجيك، ويستخدم رقم موجود او رقم غير موجود. حلو. زين، عشان يحتال ويطلع منك معلومات، ممكن معلومات تخص حسابك البنكي، كريدت كارد، حسب الموضوع. ممكن يعطيك موضوع يقول لك والله عندك حساب تدخل في السحب وما ادري ايش، تدخل في يوصل للسحب، هو راح يطلع منك معلومات عشان يوصل للسحب، يا اما يوصل للتطبيق البنك واضح عشان يحول مبلغ له، أو إنه يوصل للكريدت كارد أو فيزا كارد عشان يسحب من حسابك في الكريدت كارد. نعم. وهذا هدف المحتال، إنه يسرق فلوسك. طبعاً كلها برامج موجودة في الويب في الإنترنت. نعم. وهالبرامج هي اللي تساعد مثل هالمحتالين إنه يقدر يغير الرقم ويحسسك إنه هو يتصل لك من رقم موثوق. صحيح. نعم، احنا خلينا نتفق اليوم ان صار في وعي مش نفس قبل. اليوم الشركات والمراكز والمؤسسات صارت حتى تبعث مسجات حتى البنوك ان لا تعطون او لا تشاركون اي معلومات شخصيه او كانت بنكيه، لان ما راح يطلبونها من عندك اساسا. صحيح. في التليفون. فاحنا يعني نتمنى ان يكون فعليا في وعي كبير بهذا الجانب، لكن صحيح. مثلا في ناس لحد الحين يمكن تنطوي عليهم بعض خدعات، لان احيانا في يصل مرحله الاحتراف بالتمثيل. طيب انا اليوم مثلا شلون اقدر افرق اذا هذا المتصل كان فعليا من الجهه الحكوميه او كان نفس يمكن ما ذكرنا احد قاعد يتلاعب؟ هذا اهم سؤال، بس رجاء الناس تركز على الجواب. كيف تتاكد ان هذا فعلا يعني هي الجهه الرسميه اللي تتصل لي او لا؟ باختصار، ما في جهه تتصل لك تطلب منك معلومات حساسه، العكس. اذا انت اتصلت على البنك، لاحظ اذا اتصلت على البنك عشان البنك يتاكد انت من، صح، فراح يطلب منك المعلومات عشان يتاكد ان هي مطابقه للمعلومات اللي عنده في الداتابيس في قواعد البيانات. نعم. لكن مو بانك تتصل او مو هو اللي يتصل لك ويطلب منك المعلومات. وضحت الفكره؟ صح. فانسوا ان حد يتصل لكم وياخذ منكم معلومات، خصوصا اذا كان تو فاكتور اوثنتيكيشن اللي هي الكود، بعد الباسورد ما تحطين اي باسورد. صحيح. يجي الكود. نعم. لا تعطي حد، واذا اتصل معناته انه احتيال. خلاص يعني علامه نقطه اخر السطر انها احتيال. اذا اتصل عليك وقال لك معلومات، هالمعلومات ممكن طلعها من بعض المواقع اللي انت شاركتي فيها معلوماتك، بغيت تشترين شيء. طبعا اذا بغيت تشترون شيء في السوشيال ميديا
دائما يطلبون منكم معلومات الاسم الاول، الاسم الاخير، رقم التليفون، البيت، الايميل. هاي المعلومات ترى ممكن تم اختراقها عن طريق هاكر وشاف المعلومات واستغلها وقال عرفنا انت في الدوحه، عرف انك في الدوحه، عرف انت وين ساكنه، عرف اهتماماتك، كنت تشترين شيء يخص الذهب، تشتري شيء يخص الكمبيوتر، وات ايفر، عرف المجال الباك جراوند عندك. فراح يستغل هالموضوع ويتصل عليك على اساس انه فاهم شو انت اهتماماتك ويطلع معلوماتك، معلومات اللي قدر ما يقدر. طبعا راح يمثل انه قطري او يمثل انه مقيم في قطر، وتحس انه كول سنتر. حتى في برامج اللي تغير الهويه، تخيل ان حتى تعطيك باك جراوند بالصوت ان انت في كول سنتر. يعني مركز بيانات، مركز اتصال. كانك مركز اتصال في الدوله او مركز اتصال في مؤسسه، تحسسك ان لا هاي جهه موثوقه فعلا، ان هذا قاعد يتصل لي من جهه رسميه ويطلب مني معلومات المفروض اعطيه اياها. حتى راح تحسون لما الشخص اللي المحترم يتكلم يطلب معلومات مستعجل، الحين اعطني معلومات الحين، او يخرعك او يهددك تهديد يعني مبطن شوي، يقول اذا ما اعطيتني بتكون عليك غرامه. صح. طبعا الشخص العادي المواطن او المقيم يخاف، ما يبغى مشاكل، ما يعرف حق القانون، فما يعرف كيف يتصرف في هالوقت، فممكن يعطي هالمعلومات من غير قصد، ما يكون متعمد. لا، لكن احنا في النهايه ما في حد بيتصل لك يطلب منك معلومات. صحيح. اي جهه رسميه هاي فول ستوب يعني. واضح. طيب محمد، انا يعني برجع شوي للخلف، الاشخاص هذول من وين يجيبون ارقام؟ حلو، سؤال طيب. احنا دائما نستخدم التواصل الاجتماعي، الكل يستخدم تويتر، تيك توك، الانستغرام وغيره، فيسبوك. زين، دائما تطلع لنا اعلانات وهميه، اعلانات ممكن الاهتمام انت مهتم في شيء معين راح تظهر لك، لان راح يدرس منصات التواصل الاجتماعي، راح يدرس الشخص اللي يتعامل معاه. واضح. فيعرف اهتماماتك فين، في السيارات، في الرياضه، في الرياضه، في الاعلام، فعلى حسب اهتماماتك يعطيك الاعلانات اللي موجهه لك. واضح. فمعظم الاعلانات، اي واحد يسوي اعلان، اي شخص طبيعي يدخل على اي منصه الكترونيه ويطلب انه يعمل اعلان ويحط رابط، الرابط هذا يطلب منك معلومات. الاعلان ممكن تحصل اعلان وهمي، مثلا كمبيوتر سعره في السوق 5000، يحط لك ب 1000 ريال، تقول واو ابي باخذه هاي الحين بشتري، فتحط بياناتك ويكلمك. طبعا تحت البيانات بيقول لك راح نتواصل معك. صحيح. ممكن يجيك ايميل بيقول لك والله ترى راح نشحن لك البضاعه اذا طلبتها، بس لازم تدفع فلوس الشحن. صح. هني تبتدي اللعبه. مجرد انك تدخل على الموقع الوهمي، يشبه الموقع الوهمي المعروف اللي شركات الشحن عندنا في قطر والعالميه، فانت راح تثق ان هذا الموقع رسمي ومن جهه رسميه وشركه موثوقه، لان الموقع يشابه المواقع الخاصه بشركات الشحن. فطلع معلوماتك من الاعلان، طرش لك رابط وهمي، دخلت بيانات الشحن، دخلت بيانات البطاقه الائتمانيه، صار سحب. فانت عبالك تسحب ريال، لكن بعد شوي بيتك ريالين، بعدها 5 ريال، بعدها 10 ريال، بعدها 100، لين ما يخلص ويفضي ويسحب كل الفلوس اللي في البطاقه. واضح. نعم. يكتشف الشخص انه طاح بحفرة فعلا. نعم. يمكن هذا بعد ياخذنا الجانب مهم، ان احنا يكون فعلا عندنا وعي اكثر. يعني يمكن انا واحده من الناس صارت لي اكثر من حاله، الحمد لله تفاديت يعني الموضوع، ما انه كنت عارفه. يعني مثلا يجولك اللي هو بحكم ان احنا نطلب وايد اشياء اونلاين نفس ما ذكرت، فمثلا يجيك مسج يكون مثلا من ايميل انه افتح هذا الايميل بس عشان تحط اللوكيشن او تحط الموقع، او مثلا يجوك اللي هو مثلا المحفظه يتصلون. فمثلا انا مره صارت لي صراحه، وكان في موضوع جدا مهم انت ذكرته يمكن اخوي محمد قبل شوي، اللي هو يعطونك عروض ممكن انت تندهش مثلا منها، او يخلونك تحت ضغط ان عندك اليوم اذا مثلا ما سجلت معانا مثلا هذا المبلغ راح يروح عليك. فالضغط هذا قد يكون فعلا سلبي احيانا عند البعض، ويضطرون انك مثلا نقول لك خلاص انا ليش اخسر العرض. نتحدث اكثر عن هذا الجانب. يعني انت ذكرت انه مثلا في برامج وفي اشياء ان احنا ممكن نعرف لها. طيب مثلا في برامج اللي هو الارقام، هل مثلا ممكن ان انا احط الرقم ويطلع لي مثلا اسم المتصل؟ صحيح. اعرف اذا هذا هويه المتصل كان صح او غلط او شلون؟ صحيح، في برامج اوريدي موجوده متوفره في الجوجل بلاي وابل ستور، وهي برامج تساعدنا على معرفه اذا كان هذا الرقم عليه بلاغ او لا. بلاغ معناه ان اي حد يستخدم هالبرنامج، البرنامج هذا عنده قاعده بيانات، قاعده البيانات فيه ارقام مختلفه. طبعا اذا في رقم صار عليه بلاغ راح ينبهك ان هذا الرقم ترى فيه احتيال.
ليش شلون حسب الناس اللي تستخدم البرنامج. فانا استخدمت البرنامج وصار وصادني وياني رقم محتال وحاول يحتالني اعمل ريبورت بلاغ في البرنامج نفسه ان اقول هل ترى هالرقم رقم محتال. فعلى طول في قاعده البيانات راح يصير ابديت وراح ينبه الكل اذا هذا الرقم اتصل لهم يطلع لهم ان ترى هذا الرقم محتال. حلو. فينبه المستخدمين ان الرقم محتال لا تتعامل معه. في برامج اوريدي موجوده حتى ممكن انه يعمل بلوك يعني ما راح يتصل حتى يعني مجرد تنزلينه وتفعلينه اي رقم محتال يتصل عليه راح يعمله بلوك بنفسه. ممتاز. عشان تتبين نفسك معه. نعم. طيب اخوي محمد يمكن في السابق ما كنا نشوف مثل هذه المظاهر يعني مثل هذه الاتصالات المزيفه. اليوم صراحه يمكن من يعني سنوات قليله او يعني اربع خمس سنوات شفنا لا الاتصالات هذه قاعده تزيد عندنا وفعلا احيانا ينجحون في يعني تنفيذ خططهم. صح. اسباب انتشاره وكثره هذه الاتصالات. شوف بكل امانه الحين كثر عندنا او استخدام الهواتف الذكيه انتشرت في العالم مو بس في قطر. الكل عنده الهاتف الذكي الصغار الكبار حتى الشياب الكبار في السن صار عندهم بعد سمارت فون الجوال الذكي. فصار احنا اعتمادنا على البرامج وايد اكثر تطبيقات تخص جهات الدوله عشان اللي توفر لنا خدمات وتسرع لنا الخدمات وهي شيء ايجابي مو بشيء سلبي. حتى مدارس عيالنا امس كان كلهم يدومون من البيت فاستفدنا من موضوع التابلت والاونلاين الناس الطلاب عيالنا يدرسون عن طريق الاونلاين. نعم. بدون ما يحضرون المدرسه. نعم. فهاي از جود اكزامبل صار سهوله الوصول للمستخدم صار اسهل من قبل. فالمحتال احسن ما يدخل البيت قبل لو تتذكر كان يعني السابق شلون تصير؟ يراقب البيت يراقب الله يعزك الزباله يشوف اللي داخل البيت يعرف اذا في اطفال من الزباله الله يسكم من اذا كان في رجال بنات تشوف السيارات اللي برع فخمه ولا لا يعرف اذا عندهم خير ولا ما عندهم خير. فهني يخطط متى يطلعون من البيت يسرق. نفس الشيء الحين في التواصل الاجتماعي المحتال يبحث عن معلوماتك في اوريدي معلوماتك اوريدي موجوده في بعض الشركات اللي تتعامل معاها انت مو ما اتكلم عن المؤسسات الحكوميه لا الشركات العاديه ففيها معلوماتك من رقم وتليفون واسم وموقع وايميل. هالمعلومات راح يستخدمها يدور عنك بحث في التواصل الاجتماعي في انستغرام في تويتر في فيسبوك يعرف اهتماماتك يوجه لك اعلان يوجه لك روابط اس ام اس عشان يوصل اللي يبي اللي هو الكريدت كارد او تطبيق البنك. صح. مالك. صح. فصار الموضوع اسهل لهم. صح. وانا قلت لك هذا مش اختراق. هي برامج اوريدي موجوده لكن الناس تستغلها للاحتيال. فعلا اتوقع يمكن هذا ايضا يمكن التطور التكنولوجي كذلك الذكاء الاصطناعي يعني بعد اليوم قاعد نشوف انه في وايد اشياء تخرع امانه من الذكاء الاصطناعي. صح لا يمكن ايجابيات لكن كذلك سلبيات. لذلك دائما كونوا حذرين وانتبهوا بشكل كبير لا تعطون ولا تشاركون ايا كان بياناتكم حتى لو مثلا على جروب الواتساب مثلا اهلكم اصدقائكم نهائيا لا تشاركون هذه المعلومات لان انتم ما تعرفون ممكن الرقم اصلا يكون متهكر. هذه طبعا كلها معلومات سابقه اخذناها من عندك. صحيح. اخوي محمد السعيد شكرا اكيد لك. شكرا لمعلوماتك واحنا صراحه كان ودنا يطول الحديث ونستفسر اكثر لكن ان شاء الله في الحلقات القادمه. يعطيك العافيه. كل الشكر لك اخوي محمد واكيد يعطيك الف عافيه. واحنا يمكن تكلمنا عن هذا الموضوع اللي فعلا يعني موضوع مهم ويمكن الكل او اغلبنا تعرض لمثل هذه الاتصالات فمن الضروري ومن المهم ان الواحد ياخذ حذره من هذه الاتصالات. شو بلا شك يعني الواحد اذا غلط يتعلم من غلطه وما يرجع يعيد الغلط مره ثانيه. وانتم نفس ما ذكرنا انتبهوا لا تشاركون اي بيانات كانت. يمكن اخوي محمد ذكر هذا الجانب وانا برجع اذكره اللي هو ما في اي شركه ولا في اي مؤسسه راح تطلب من عندك البيانات سواء الشخصيه او البنكيه نظرا اكيد للخصوصيه والحمايه والحفاظ اكيد على هذه المعلومات. فنتمنى ان انتم نفس ما تحافظون على خصوصيات هذا الجانب كذلك تحافظون على انفسكم ودائما تكونون في نشاط متجدد وطاقه جميله مع هالاجواء الحلوه. اكيد مشاهدينا الكرام نقدر نقول ان احنا وصلنا معكم الى ختام حلقه اليوم وان شاء الله قدرنا من خلال هذه الحلقه ان احنا نقدم لكم مجموعه كبيره من المواضيع والمعلومات وباذن الله راح نشوفكم في حلقات اخرى ومع ضيوف مميزين ومواضيع اخرى ونشوفكم على خير. في امان الله.